علشان نعمل زينة رمضان من الورق هنحتاج حاجات بسيطة جدا ممكن تكون عندنا في البيت وممكن نجيبها بتكاليف بسيطة جدا. هنحتاج ورق A4 ملون، ورق طباعة أي ألوان نحبها، هنطبع شوية أشكال زي فوانيس، هلال، نجوم، أحجام مختلفة. هنجيب ورق كربون، هو ده اللي هننقل بيه الأشكال على الورق الملون فيطلع شكلها مظبوط. هنستخدم المقص والقطر والمسطرة عشان نقطع بيهم. هنلزق ببريت، ممكن كمان نلزق بدباسة، ندبس بالدباسة، أنا بحب البريت. وهنستخدم كمان مسدس شمع. احنا لما بنيجي نقطع الورق بيتبقى لنا ورق كده بنرميه، بنقول احنا مش هنحتاجه، بس لا، الورق ده هو اللي هنزين بيه. نقطعه على اشكال مثلث، مستطيل، مربع، دوريات، اي حاجة، وده هنزين بيه. الكور دي انا زينت بيها الفوانيس، دي كور اسمها بومبوم، بتتباع في المكتبات او عند اللي بيبيعوا كروشيه وتريكو، وممكن كمان تستخدمي لولي او خرز او اي حاجة. هنعلق الزينة بلاز سوليتاب، ممكن مسامير. هنعلق هنستخدم كمان خيط تريكو اي لون نحبه، هنستخدم خيط عادي اي لون نحبه، وهنجيب شريط ساتان بتاع الهدايا ده ممكن نزين بيه كمان، وكمان هنستخدمه في التعليم.